كتير كتير مشهورة. من صوت لبنان نقدم نشرة أخبار الخامسة والربع مع تحيات ألسي كفوري جيتا مارون والمخرج بيير جامو. أبرز العناوين. انفراج حكومي حول توزيع الحصص بانتظار جولة جديدة من المشاورات. رئيس الكتائب يستهجن استمرار السلطة في إدارة الملفات باستخفاف غير مقبول. بوادر تهدئة مطلبيا. بعلن تجميد كل التحركات لمدة أسبوعين. وكشف نقاب عن صفقة شراء 1,000,000 عداد كهرباء. حرب الليرة التركية مستمرة وإجراءات للبنك المركزي. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم. لا تعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات. بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمهم بكرة. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. إيجابيات التأليف مؤجلة حتى إشعار آخر، فموجة التفاؤل الحذرة تترافق مع معطيات ضبابية غير مقرونة بتقدم ملموس حتى الساعة. وجل ما عكسته الصورة اليوم دخول مرحلة جديدة من المشاورات مع إسقاط نظرية الثلث المعطل ورسوم مرحلة توزيع الحصص على 13 لكل فريق، في وقت لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه مرحلة توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء، وهي رهن جولة اتصالات جديدة سيبدأها الرئيس المكلف سعد الحريري. وبانتظار الحسم الحكومي بعد الانتهاء من التناتش على الحصص والمغانم، عبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عن استهجانه لكيفية إدارة الملفات في لبنان باستخفاف غير مقبول في وقت يواجه لبنان تحديات كبيرة. في موازاة ذلك مشهد إقليمي ضاغط في ضوء الإعلان عن إجراءات تركية لمواجهة التضييق الاقتصادي الأمريكي ورفض إيراني للتفاوض مع الولايات المتحدة، في وقت تحافظ إسرائيل على لغة الاستنفار والتهديد على طول الحدود مع لبنان وسوريا. لكن البداية من صفقات السلطة المستمرة على عينك يا تاجر، وآخر فصولها كشف النقاب عن صفقة شراء عدادات وإلزام أصحاب المولدات تركيبها. فقد تقدمت المحامية ماي الخنساء بإخبار إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود حول شركة لبنانية اشترت بتاريخ 6 شباط الماضي 1,000,000 عداد كهرباء من فرنسا، علما أن هذا العداد أصبح خارج الخدمة في فرنسا لاستبداله بنوع آخر. وجاء في الإخبار أن الشركة اللبنانية يملكها بعض الوزراء والنواب اللبنانيين، وهناك اسم أحد المستشارين في إحدى الدوائر الكبرى ضالع بالصفقات ومقرب من مرجع كبير. وألزمت الدولة اللبنانية كل أصحاب المولدات تركيب هذا العداد وإلزام الشعب بشرائه. واستنادا إلى هذه المعطيات تقدمت الخنساء بهذا الإخبار طالبة اتخاذ الإجراءات القانونية لجلاء الحقيقة وإحالة المتورطين والمشتركين إلى القضاء في حال ثبوت الأمر. وزير الاقتصاد رائد خوري وصف معظم أصحاب المولدات بأنهم سارقون، موضحا أنهم لا يلتزمون الأسعار المحددة ويغشون في التسعيرة وفي ساعات القطع ولا يقدمون فاتورة مفصلة، وقال لن نقبل أن نكون تحت تصرف بعض أصحاب المولدات الذين يهددون الناس بقطع التيار الكهربائي عنهم. وأكد عبد السعادي باسم تجمع أصحاب المولدات في حديث لإذاعتنا أنه من غير الممكن تحمل الخسارة إذا بقيت التعرفة 300 ليرة للكيلووات،